حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم أمير دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إجلال واحترام لمقام سموكم الكريم. وبعد، فقد تلقيت بيد العرفان والتقدير أمركم السامية الصادرة بتاريخ 22 من جماد الآخرة 1445 هجرية الموافق 4 يناير 2024 ميلادية بتعيين رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لنتولى معا حمل الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات وتتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه. وتنفيذا لأمركم السامي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة الذين سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها، واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظن سموكم حفظكم الله ورعاكم على مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت الحبيبة وازدهارها، فإنه يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسماء الأخوة الذين قبلوا مشكورين وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها. فإن حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم تفضلتم وأصدرتم المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة على النحو التالي: فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة. الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة. الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة. فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة. الدكتور أنور علي عبد الله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان. داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات. الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة. عبد الله علي عبد الله اللحية وزيرا للخارجية. فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرة دولة للشؤون البلدية. حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله ورعاكم، أنني إذ أؤكد لسموكم وإخواني الوزراء وافر الشكر والاعتزاز على ثقة سموكم الغالية لحمل الأمانة، وهي ثقة تكليف لا تشريف، فإننا نعاهد الله سبحانه أولا ثم سموكم وأهل الكويت الحبيبة بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة ولتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر لوطننا الحبيب. أدعو الله سبحانه أن يعيننا على الوفاء بالعهد وأن يوفقنا جميعا في أداء مهام الأمانة التي كلفتمونا بها، وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتها لرعاية مصالح البلاد والمواطنين، وأن يحفظ سموكم برعايته ويسدد على دروب الخير خطاكم. وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد صباح السالم الصباح.